فاز الفارس الشاوي الفايز غالي ممتطيان الفرس كواترو لوفو اليوم الأربعاء بلقب كأس المغرب الفئة ألف في القفز على الحواجز ضمن أسبوع الفرس الذي يحتضنه المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط إلى غاية بعد غد الجمعة. أنا حقيقة فرحان بزاف، المرة الأولى اللي تندر ميداي دوغ، هذه عامين اسمح لي ثلاث سنين درت ميداي دو برونز بهذا العودة هذا، ونقدو نقولوا هذا العام هو اللي عطاني الميداليه ديالي، دونك الحمد لله فرحان بزاف. ما تنساش امين بنيس اللي دار ميداي دارجون، وسي وتنغرين حتى هو اللي دار ميداي دو برونز، حتى هما جو لي فيليسيت فيفمون. وعاد المركز الثاني في هذه المسابقة التي جرت في جولتين للفارس أمين بنيس رفقة الفرس أوليرون لاتور، في حين كان المركز الثالث من نصيب النقيب عبد الفتاح أوتنغرين من المدرسة الملكية للخيالة رفقة الفرس ليا أوديسا. الشامبيون الحمد لله هذا العام كان في مستوى زوين، وكان العود ديالي كان في واحد المستوى مزيان، وكان الحمد لله الكيب كاملة اللي خدامة معايا، منهم الناس اللي كيقابلوا الخيل، الأطباء، جميع الناس خدموا مزيان، وكان العود في واحد المستوى صراحه عالي بزاف. في ليبروف الاولى خديت واحد النقطه ديال الوقت شويه، البيناليتي ديال الوقت، ولكن بعد دار واحد ربعه ديال الباركور سون فوت. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الرياضية السنوية الكبرى التي تعرف مشاركة مختلف الأندية الوطنية 14 نهاية ستتوج يوم 27 من يونيو بإجراء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.